أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والتموين والاستثمار. وتختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجيهاتها على مختلف محاورها.